آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة ويسقط في النار مرة. طب الواحد يعدي الحاجات دي ازاي؟ يتفادى ده ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ادي دي تحل لك الازمه دي هناك. حتى اذا جاوزها بعد ما يعدي الصراط ويعدي من النار وخلاص ربنا نجاه، حتى اذا جاوزها قال: الحمد لله الذي نجاني. الحمد لله ان ربنا نجاني من عذاب النار. فترفع له شجره بعد ما ينجيه ربنا من ده، فترفع له ايه؟ شجره. فيقول: ربي اعطني هذه الشجره لكي استظل بظلها واشرب من مائها. النبي بيذكر الحكايه دي ليه؟ ليدلل على سعه رحمه الله ولينبسط الامل في سعه رحمه الله حتى لا يخرج على الناس اناس يضيقون على الناس سعة رحمة الله ويقنطون الناس من رحمة الله. وبعدين فترفع له شجرة فيقول: أي رب أعطني هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. واضح أن الشجرة دي إيه؟ وارفة الظلال، تحتها أنهار بتجري. فيما خيل بقى يوم حر زي ده، حر شديد في يوم هوله صعب كده، ويخرج الحق من بواطن الكدر أوطافا. يقول: والله يا ربي لن أسألك بعدها شيء. يبص قدام شوية كده يلقى شجرة تاني بس اكبر من الاولانيه، والميه اللي فيها اعذب منها، والريحه طالعه منها ايه بقى ما شاء الله. فيقول له: ربي اعطني هذه الشجره. يقول: الم توعدني بانك لن تسالني ثانيه؟ يقول: ربي لن اسالك بعدها شيئا، اعطني هذه الشجره. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ايه؟ فيعذره الله شفقة على ما هو فيه من الصبر فيعطيها له، عالم بضعفه. فلما يعطي اياه فينظر فيجد على باب الجنه يرفع له شجره اخرى، يقول له: اعطني هذه الشجره لاستظل بظلها واشرب ايه؟ فيقول له ايه؟ الم توعدني بانك لن تسالني ثانيه؟ قل: ربي لن اسالك بعدها شيئا، لكن اعطني هذه الشجره لاستظل بظلها واشرب من مائها. يقول لك فيعذره الله ويعطيها له. فإذا به يستظل بهذه الشجرة فيسمع أصوات نعيم أهل الجنة: ربي أدخلني الجنة. لا لا لا، أنا مش عايز شجر، يا رب أدخلني الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ تحب أن تعود إلى الدنيا، تحب ترجع الدنيا تاني وأعملك ملك من ملوك الدنيا. فهم يقول له إيه بقى؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود لما يقول الكلمة دي يضحك. الراوي في صحيح مسلم يقول لك: فضحك ابن مسعود فسأله أصحابه: لما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأن الله لما سمع العبد قال: هذا ضحك الحق. وكلمة ضحك في حق ربنا مش كلمة معيبة، تفسر مجازا بمعنى رحمة. يقول لك: لقد ضحك الله من صنيعكما، أي رحمكما لما فعلتما. نفهم منها أن احنا ما نعلمش الناس الدين وإحنا في الاكتئاب، أن هذا الدين جاء ليفرح الناس ويفرج عن الناس ويبشر الناس ويبسط الآمال في حياة الناس. فيظل الرجل يتمنى والله يقضي له، يتمنى والله يقضي له، في لفظ الإمام البخاري: حتى تنتهي الأماني، لحد الراجل ما يلاقيش حاجة يتمناها، ما فيش في خياله حاجة تانية. ما بالكم بالمصلين، ما بالكم بالمزكين، ما بالكم بالمسبحين، ما بالكم بالدموع تتساقط من خشية الله، ما بالكم بزفرات الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت العيون التي بكت من خشية الله قطعا قد حرمت على النار، فالقلوب التي تواجدت في محبة الله قطعا ستكون من أهل الجنة.